في ناس بتفتكر إن سبت النور أو النور المقدس اللي بيخرج من قبر المسيح هو دليل على قيامة المسيح، لكن هو في الأساس بيرمز لأن المسيح نزل بروحه إلى الجحيم وأخذ الأرواح اللي كانت منتظرة على رجاء القيامة. فده مش معناه ان هو قام، لان احنا بنسميه سبت النور، السبت اللي ظهر فيه النور اللي كانوا بيستنوه في الظلمة، اللي كانوا ماتوا في العهد القديم على رجاء ان المسيح يجي ويخلصهم. هم دول الارواح اللي نزل بروحه علشان يجيبهم، وفي الوقت ده حصل النور المقدس وظهر قدامنا. وهنلاقي إن في الإنجيل بيقول: وإذا صعد إلى العلا سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما إنه صعد فما إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. دوت بيأكد ان هو نزل للهاوية، وفي الوقت ده ظهر النور المقدس وروحه كانت هي اللي نزلت الهاوية، لكن جسده كان موجود في الأرض. جسده بقى قام امتى بروحه؟ قام في فجر الأحد حسب ما الكتاب المقدس بيقول لنا، وحسب ما هو بنفسه قال ان هو هيقوم بعد 3 ايام.